وخصوصا نتيجه الثانويه العامه هي السبب الترند. وتعلمت مهاره مهمه وهي اجتياز الامتحانات. مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقاتنا. تعال نتفق ان حلقة النهاردة مختلفة شوية وهنطلع بره اطار الشروحات، حلقة كل شهر كده زي ما متعودين. وبما ان الفترة دي ثانوية عامة فمفيش ترند ولا موضوع انسب مننا نتكلم على نتيجة الثانوية العامة او ازاي تتخلص من الضغط النفسي الخاص بنتائج الامتحانات وخصوصا نتيجة الثانوية العامة هي السبب الترند. فعلشان كده هنبدأ ناخد الحلقة نقطة نقطة من بداية مصطلح كلمة مدرسة أو تعليم لحد اللحظة اللي احنا واقفين فيها دي. سنة 1837 يظهر لينا راجل غريب اسمه هورس مان، وده أول واحد يحط نظام تعليمي تحت مسمى مدرسة، ومن هنا تبدأ كلمة مدرسة سكول. طيب ده حصل ليه وازاي؟ أول حاجة حصل ليه؟ مع بداية القرن 19 وظهور الثورة الصناعية كنا محتاجين أيدي عاملة في جميع المجالات. من الآخر حصل تطور في صناعة. طيب الصناعة دي مش عايزة ناس تعمل الحاجات دي، يعني مثلا شركة زي مرسيدس مش عايزة ناس تعرف إزاي تتعامل مع العربيات بتاعتها. تمام كويس، يعني أنا دلوقتي محتاج ناس متعلمة أو دارسة علوم الميكانيكا. تمام كده؟ تمام. طيب الناس ده أعلمها فين؟ مفيش. فبالتالي النظام التعليمي كله فكرة انك تتعلم حاجة انت بتسد حاجة في النظام الاقتصادي. ايوة اثبت هنا التعليم، كونسبت التعليم انك تتعلم مهارة تشتغل، مش تعليم انك تكون شخص متعلم. احنا بنتكلم عن التعليم سكيلز ومهارة معينة بتشتغل وتجيب مقابل مادي، هي تابعة للاقتصاد. يعني اللي كان مثلا بيشتغل في شركة مرسيدس، اللي بيشتغل في شركة زي مرسيدس غير الشخص اللي شغال عامل نظافة في شركة مرسيدس. يعني بالتالي هنا العلو والمكانات كانت من حيث الشغل والدخل. يعني كلمة قمة من الآخر في البداية بتتحسب من حيث مش المكانة أو التعليم أو الكلية صعبة أو سهلة، لا خالص، هي بتتحسب تابعة للاقتصاد، يعني الفلوس. أيوة تعال اصدمك بالحقيقه، وخصوصا لو انت ثانويه عامه وانت مش عشان تكون دكتور واو او المهندس العظيم او اجمد محاسب او مجدي عجوب في جراحه القلب. كل الناس دول طبعا عظماء، كل الناس اللي انت شايفهم دول ورايا هنتكلم عليهم عظماء. كل الحاجات دي حلوه، التعليم ليه هدف معنوي وقيمه ومكانه، الحاجات دي كلها حلوه انا ما لغتهاش، بس احنا بنرجع مره ثانيه ان التعليم تابع الاقتصاد وان القمه في ان يكون اقتصادك اعلى، بس مفيش معنى تاني. تمام كده؟ ده اول حاجه من حيث التعليم. طيب النقطه دي تعالى بقى نروح نربطها بالثانويه العامه. انت ايه جلجك؟ ايوه النقطه دي ما تخليكش تجلج، تشيل الضغط من عليك؟ تشيله. عرفت ان التعليم ان الدايره كلها اللي انت فيها علشان تكون شخص قادر على سوق العمل. طب حابب اقول لك ان التعليم بتاعنا دلوقتي بيجي متاخر جدا ومش متطور جدا ومش قادر يرتبط زي ما حصلت ثوره صناعيه في ثوره تكنولوجيه احنا عايشينها، وما فيش يعني مثلا وهتلاقي ملايين المجالات بيشتغلوها فريلانسر انت ما بتدرسهاش ولا تتعلمها في الكليه، وبدليل ان بعد 5 أو 7 سنين قاعد في الكليه انت بتطلع تاخد كورسات بره. يعني استثمارك 4 أو 5 سنين في الكليه ده بيكون مش غير كافي، ده ما ينفعش اصلا انك تشتغل بيه، وبتروح تجيب سكيلز من بره ومهارات من بره تتعلمها علشان تقدر تشتغل، وبالتالي في شركه معينه لما انت تشتغل هي هتشتغل، فبالتالي يكون في انتاج، في فلوس، وبكده تعليمك كله وسنين التعليم كلها هي تابعه للاقتصاد، ودي مش حاجه قليله، بس دي تفهمك معنى التعليم، معنى كل كليه، معنى كل مهاره انت بتاخدها وبتكتسبها، قيمه وثمن كل مهاره. أكيد في مهارة لها تمن وسعر ومهارة لها تمن وسعر تاني، وأنت دورك تتعلم. ودلوقتي التعليم ما بقاش حكر خالص على الكليات، ده بالعكس التعليم بيجي مصطلح لو هتفكر فيها
بعيد خالص، انت ممكن بكل بساطه من الفون بتاعك تكون اشطر مبرمج من غير الحاسبات والمعلومات. ولو تسمعني طالب في حاسبات ومعلومات هيأكد كلامي ده في الكومنتات، وان الاستفاده اللي يقدر يستفيدها من الانترنت والكورسات والكورسات اللي بياخدها بره خالص غير خالص الاستفاده من حيث التعليم الاكاديمي وامتحانات واكزام وليله تانيه خالص. فدي اول بوينت معانا كانت التعليم. نتكلم عن النجاح وازاي فعلا ممكن تنجح ومن غير ما تكون متعلم اصلا ممكن تنجح. تعال نشوف قصة كام واحد كده من اللي انت شايفهم قدامك. شايف اسحاق نيوتن؟ طب شايف البرت اينشتاين جنبه؟ طب شايف توماس اديسون؟ شايف زويل؟ شايف دكتور ماجدي يعقوب؟ شايف ايرون ماسك؟ طب شايف ان انا كده جامد ازاي؟ تعال لما اقول لك ان معظم الناس اللي قلت اساميهم اللي منهم جبلت مشاكل في التعليم، ما تعلمش، توماس اديسون اتطرد من المدرسة وانه طفل ما بيفهمش. طيب الناس دي كلها قديمة، انا عايزك تجيب لي حد معاصر. دكتور مجدي يعقوب كان مرفوض ياخدوه معيد اصلا، انت متخيل معايا؟ يعني دكتور مجدي يعقوب كده اشهر واقوى جراح قلب في العالم كله لما كان جايب امتيازات، للاسف احنا مش هناخدك معيد، انت متخيل؟ فالنجاح سواء كنت جوا دايرة التعليم زي دكتور مجدي يعقوب او كنت مطرود او بره دائره التعليم زي توماس اديسون، الشخصين دول من اعظم الشخصيات في التاريخ، ناجحين جدا جدا. فبالتالي التعليم مش حكم انك هتكون ناجح ولا هتكون فاشل. طيب مش مصدقني؟ تعال ناخد مثال بسيط. لو انت جبت 99 يوم 4 يوم نتيجه الثانويه العامه، هل ده دليل انك بقيت ناجح؟ واحد تاني جاب 65 او 50 بس، هل ده دليل انك بقيت فاشل؟ لا طبعا، جبت 99 ودخلت كلية الهندسة وكلية الطب وما ذاكرتش واتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، أوعدك أولا مش هترتاح، هتأنتخ أتنام شلت. أوكي؟ طيب سيبنا من السيناريو ده، أنت هتذاكر ودحيح وزي الفل. ممكن أثناء طريقك في الكلية تبعد كده على الإنترنت وتتعلم حاجات ممكن تشتغلها فريلانس، وتبقى من قدام الكمبيوتر بتاعك بتحقق دخل وإنجازات اقوى مليون مره من المجال اللي انت شغال فيه واصلا انت مش حابه، انت بس جت فكره في دماغك اترسخت جوه دماغك بسبب التقييم المبالغ اللي خدته فيها من الناس. دكتور دكتور الدكتور ده فوق دماغي طبعا، بس خلينا متفقين ان احنا هنا كلنا غلط، ولا الدكتور ولا المهندس ولا اي حد، هو اصلا المفروض يكون الاعلى. وديني بشارك بالحلقه دي يمكن في يوم نوصل الاعلى اجرا، احنا مش قلنا التعليم تابع للاقتصاد، يبقى الاعلى اجرا وبالتالي اعلى قيمه وبالتالي اعلى مكانه هو المدرس. مفيش اي نقاش، مفيش اعظم من الشخص اللي بيعلمك حاجه، مفيش اعظم من الاستاذ اللي علمك، مفيش اي نقاش. فبالتالي حتى القمه اللي احنا بناخدها هنا غلط، القمه اللي مرسومه في دماغك غلط، هو اصلا مفيش قمه. اوكي؟ ومفيش حد اعلى من حد، بالعكس احنا كلنا بنتعلم، والجانب المعنوي من التعليم انك تكون شخص مثقف ومتعلم ومتحضر، ودي ممكن تكون عند واحد ما عداش على الكليات، ممكن واحد يكون عنده كليه وما فيش اي حاجه. من حيث الاقتصاد وسوق العمل انت ممكن بمجال بعيد عن الكليه خالص تشتغل. من حيث انك تكون شخص ناجح فرقم الثانويه العامه سواء كان عالي ده دليل على نجاحك او كان قليل بالعكس مش دليل على نجاحك. وكان ايرون ماسك مصرح في تويته كده على تويتر ان المهاره اهم من التعليم، واكتر مره ايرون ماسك كان بيصرح ان فتره الكليه هي فتره للترفيه وانك تتعلم لوحدك تعليم ذاتي. طيب دلوقتي عرفنا يعني ايه تعليم، جه منين، عرفنا يعني ايه نجاح، ممكن تكون ناجح وانت متعلم وجايب امتيازات في الكليه زي دكتور ماجد يعقوب، ممكن تكون مطرود من المدرسه ومالكش اي علاقه بالتعليم وناجح جدا زي توماس اديسون وغيرهم ناس كتير، وفيهم ناس معاصرين زي دكتور مجدي يعقوب وايلون ماسك. فعرفنا ان خلاص نتيجه الثانويه عامة هي ولا هتعمل لك ضغط ولا هتضرك ولا هتموتك ولا هتعمل اي حاجه ولا هي مستقبلك ولا اي حاجه. طيب انت لسه جلجان عارف وكل الكلام اللي انا قلته بالنسبه لك تنميه بشريه ولا اي حاجه. هل اتفق اتفق انت عملت اللي عليك ولا لا؟ طيب هنا هنمشي تراجيل. في ناس عملت اللي عليها كويس خالص وتعبت، ودول في الغالب اللي هيكونوا
اكتر قلق وخوف، طب اخترت هنا مش عارف ايه، طب النظام ماله، طب النظام معجل، طب كانوا بيدخلوا علينا ويعطلونا من الحل، طب كانوا بيدخلوا اللجان يفتشوا، طب ما عرفتش احل، طيب في مليون الف مشكله بتدور في دماغك. ما تقلقش، فض كل ده، انت شخص عملت اللي عليك خلاص. انت اليومين دول اجازه، هم مش خدهم اجازه، هم فعلا اجازه، ويوم اربعه هو يوم من ايام الاجازه عادي جدا. هتبان في النتيجه بتاعتك وان شاء الله تجيب الرقم اللي بتحلم بيه عادي جدا. واهدى كده، واللي حصل حصل، واللي حصل في اللجان حصل، كل ده متعدى خلاص امشي. الجزء الثاني بقى هو من نفسه مش عارف، هو هنقول ما ذكر الشقاوة، ما شدش على نفسه جامد وجاي زعلان. مش هقول لك ما تزعلش حاجك طبعا، وهي سنه بتسيب ضغط وبصمه فيك جامده فاجلك، بس هو خلاص هي المعادله بتاعت ثانويه عامه هي معادله كده، في النص في ايكوال يساوي وفي مجهود في نتيجه، بس الموضوع بسيط. فلو انت قدمت المجهود والنتيجه وعملت اللي عليك حتى لو كانت اللي منعك هي ظروف، فخلاص انت قدمت اللي تقدر عليه. دي امكانياتي، دي قدراتي، دي طاقتي، دي قوتي، عادي. انا كان اخري ان انا اذاكر مثلا ساعتين، ما كنتش بقدر اكتر من كده. قدرتي كده، طاقتي كده، في مجال هيكون حبك انت كده، بطباعك كده، انك تشتغل على نفسك. يمكن في مكان انت هتلاقي فيه نفسك اكتر وهتشتغل فيه 12 ساعه متواصله مش هتمل. فخلاص تيجي الثانويه عامه، هي نتيجه، سنه مهمه، سنه حلوه، انت عشتها، حاجه حدت خلاص. اتعامل مع الموضوع من فوق، بص له بزاويه ثانيه، بص له ان انت هيكون معاك خلاص، انت داخل على كليه، جبت من اول 50% لحد 100% انت هتكون في كليه. عندك طموح وحلم من وانت صغير، ربنا يحققه لك. ما عندكش خلاص، هتدخل كليه حلوه، وصدقني مهما كانت كليتك عاليه جدا، حاول جنبيها تلعب مع عالم الفريلانسر، حاول تتعلم مهارات كتير، اتعلم حاجات كتير، ادخل مجال التكنولوجيا والانترنت، ده سوق تاني لوحديه، دنيا تانيه خالص، ومش حكر خالص على كليه، مش انا دخلت كليه مش عارف ايه، لا، ده حكر انك تعليم ذاتي لوحدك. برمجه، كمبيوتر، فوتوشوب، ديزاين، ما تقوليش دخلت كليه معينه، اتعلم لوحدك، عيش فيه لوحدك تماما، لوحدك كده مهما كانت كليتك ايه. وحتى كليتك كانت في المجال ده برضه اشتغل على نفسك مهارات من الانترنت، اللي هتاخده من الانترنت وكورسات وتعليم ذاتي اقوى بكتير خالص من اللي هتاخده من الكليه اللي انت فيها. وبارك تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، خصوصا هننزل نتيجه الثانويه عامه. وفي نهاية الحلقة لو انت قلقان قوي ولسه متوتر، وده اكيد يعني شيء طبيعي، هذا كده اكتب رقم الجروس بتاعك على الواتس او في كومنت، وهديك النتيجة بتاعتك اول ما تظهر تلقائي. روبوتات معينة هتخلص الموضوع وبس كده.